ترضى أن تكون مع الأغبي أنت من لا عقل له وتنسب ذلك للدين؟ لا أبقى معك، لا أنت تسمى التنويري، لا أنت الظلامي، لا أنت هو الظلامي، لا أنا هو التنويري، لا أنت هو التنويري، وتركنا. كيف نساعد إخواننا ضحايا التنويريين؟ من التنويري؟ ما التنويريون؟ ما أفهمنا هذا كلمة التنويريين؟ لا، هذا جواب من؟ أنا ما قلت من، أنا قلت ما. ما علامتهم المميزة لهم؟ مزاجية، يعني يكون جالسا وقد جعل رجلا فوق رجلين وهو يحتسي كأس الشاي وينظر في السقف يقول هذه اختارها وهذه أدفعها؟ ما أظن أن إنسان يفعل ذلك. هذا جواب من؟ أنا يعني أنا لو أردت أن أستفهم بمن لقلت من، فلا تجبني عن من وأنا أسألك عن ما. وأحسن لك أنت أن تدرك ما لا من، حتى إذا عرفت الضابط دخل فيه من لم تذكره. فهمت؟ فإلى أن تجيبونني عن ما العقل. طيب، هذا استخدام العقل، ونقول وأحسن من قولك استخدام، قل استعمال. استخدام طلب الخدم، والعقل هذا أشرف من أن يكون خادما. ثم العقل، من قال إن شريعتنا لا عقل فيها ولا يستعمل فيها العقل؟ هذه من آفات بعض النظر عند بعض الشباب، كأنهم أخذوا أن العقل هذا لا، يعني الأمر هو القول قول الشرع، العقل لا قول له. أنا سأقدح لكم شيئا تفكرون به. الأحمق، أحمق إنسان مجنون، وإنسان عاقل جالس بعضهما، جالس أحدهما جنب الآخر، إذا نظرت إليهما هل تميز بينهما؟ إنسان إنسان. فإذا أذن الظهر العاقل خطب بالصلاة، يجب أن يقوم إلى الصلاة، والمجنون هذا يمكث جالسا هناك لا يكلمه أحد ولا يذمه أحد. ما الفرق بينهما؟ العقل، فاقد العقل لم يؤهل لمخاطبة الله له فلم يخاطبه بالتكليف، والعاقل شرفه ربنا بأن خاطبه بالتكليف، قال أنت أكلفك، هذاك قال أنت غير مكلف. فتجيء إلى هذه النعمة التي أعطاكها ربك تقول لا، يجب أن نتركها خلفا، والأمر كيف هذا؟ لكن العقل له موضعه، العقل له موضعه. مثلا عندما يأتينا الشرع بشيء لم يدركه العقل، لأن العقل عضو من الأعضاء، آلة من الآلات كسائر. الآن إذا قلت لك أنا مثلا احملني بكرسي هذه بيد واحدة، تستطيع ولا بيدين؟ لأني طالبت ذلك العضو منك بأكثر مما يقدر عليه. إذا قلت لك ليخترق نظرك هذا الجدار وقل لي ما خلفه، يستطيع؟ لأني طالبت هذا العضو عندك بأكثر مما يستطيع. كذلك العقل، إذا طلبته أن يفسر لي أمورا وراء إدراكه فقد طلبته بأكثر مما يستطيع. فإذا جاء شيء من الشريعة على هذا النمط مما هو وراء قدرة العقل، لا أقول له ارجع عن تحت فمك العقل، لا، هذه لا أفعلها، لأني أعلم أن العقل له حد يكون عنده. لكن لا تقل لي إنهم يستعملون العقل، تشتم نفسك. ترضى أن تكون مع الأغبي أنت من لا عقل له، وتنسب ذلك للدين؟ لا، كيف؟ هذا نعمة ولكن لها موضعها. وإلى الآن ما زلت ما أعرف أنا ما هذا التنويريون. ما عندي مشكل، أنا لا أزاحمه، يريد أن يأخذ هذا الاسم يأخذه، ما عندي مشكلة، لكن أنا أعرف لي فقط نفسك، ما هي العلامة المميزة لك؟
الشاهد أن الشيء لتعرفه لا بد من أن تعرف علامته المميزة له. بعد ذلك سميه اسما، سميه فعلا، سميه خالفة، سميه سارية، سميه ما تشاء. المهم ما هي علامته المميزة له؟ أنا لا 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 أبقى معك. لا أنت تسمى التنويري، لا أنت الظلامي، لا أنت هو الظلامي، لا أنا هو التنويري، لا أنت هو التنويري، وتركنا وهو المهم. المهم ما هي علامتك المميزة لك التي إذا رأيتها عرفتك؟ هل أنت اسمون أو فعل أو حال؟ فهمتم؟ فلا بد من معرفة العلامة المميزة. أقول لكم العلامة المميزة له ما هي؟ هي نبذ القواعد المؤسسة لفهم القرآن والسنة. لا أقول لك نبذ كلام المتقدمين، لأن قد يقول لك هذا كلام المتقدمين، من أين لك الحجة بأنه يجب أن أتبعه؟ أعطيني حجة من كتاب الله أو من كلام رسول الله أن كلام الشافعي يجب أن أتبعه، وأن كلام مالك يجب أن أتبعه، وأن كلام الزهري وكلام فلان وكلام علتان، وستعوزك الحجة. فأن لو كانت الحجة قائمة لما اختلف الناس في كلام الصحابي، والأصوليون يختلفون في كلام الصحابي، هل هو حجة أو لا؟ والشافعي له قولان في القضية، مرة تلقى له حجة ومرة تلقى ليس بحجة. طيب هذا إذا كان في الصحابي فما ظنكم بعدهم؟ لكن القضية يهدم القواعد المؤسسة، قواعد. يقول لك لا، يأتيك إنسان مثلا هو عالم في الرياضيات، يقول لك أنا استخرجت نظرية من الرياضيات أفسر بها القرآن. قل له طيب، وأنا استخرجت نظرية من النجارة أفسر بها الرياضيات، ما رأيك؟ فإذا قلت لي هذا لا يصلح، أقول لك هذا أشد بعدا من أن يكون صالحا. فهمتم؟ يجب أن تتكلموا في القواعد المؤسسة، وترككم من الفروع التي تنتج عن هذه القواعد. أضرب لكم مثلا، لو أن آلة مثلا لصنع هذه القارورات بلاستيك آلة، وكلما صنعت قارورة أخرجتها مثقوبة، هل أنت تتبع القوارير لتسد ثقب كل واحدة، أم تصلح الآلة لئلا تخرج لك القارورات المثقوبة؟ وهذا أكثر الناس يتبعون القارورات، لا هذه كذا، يأتيك بقارورة مثقوبة وتناقش الثقبة معها، خلي الثقبة هذه خلاص أنا أقذفها، أناقش الآلة الفكرية التي تنتج لي هذه القارورات المثقوبة. فتجد حينئذ أنك لا تقبض على شيء أحسبه شيئا، لكن إذا فارقته لم يكن في يدك محصن. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.